بكلمكو الساعة 9 من دار القضاء العالي. المحامين ما زالوا معتصمين بالداخل، لقيت تأييد كتير قوي والناس كلها مأيدة ومنظر يفرح، فقررت ان انا العب معاكو لعبة محامي الشيطان، ان انا اخد اتبنى الرأي الاخر، اتبنى وجهة النظر المغرضة. ما تزعلوش مني لو النهارده كنت انا متبني وجهة نظر مختلفة شوية، بس انا حبيت ازغزغ المحامين كده، حبيت دايما اعمل الشريك المخالف، مع ان انا في غاية الفخر والشرف. وكم انا سعيد بجد، اول مرة من ساعة ما خدت كارنيه النقابة احس ان انا محامي، ولي الفخر اني محامي وسعيد اني محامي. وان شاء الله هنثبت للعالم كله احنا مش مشكلتنا مع القضاء، احنا مش مشكلتنا شخصية زي القضاة، احنا مشكلتنا ان احنا بندافع عن الغلابة دول. عشان اعرف ادافع عن الغلابة دول لازم ابقى واقف راجل في مكاني، لازم ابقى معايا حصانتي، لازم لو انفعلت شوية وايدي اترفعت كده ولا صوتي عالي شوية وانا بترافع ما لاقيش قاضي جاي واخدني، يبقى الراجل ده دافع لي فلوس، ولا الراجل ده دافع لي فلوس عشان اجيب له حقه، فجأة الاقي نفسي انا محبوس جوه. نحن ندافع عن الشعب المصري، الشعب العريق، الشعب البطل، عقب 25 يناير خايفين عليهم من تمرير بعض القوانين في الخفة وفي الضلمة. وانا شخصيا بتمنى ان الموقف دوت ما يطلعش من القضاء. لما الداخلية عملت اضرابات قلنا دي داخلية، لما المهندسين عملوا اضراب قلنا دي المهندسين، لما سواقين القطارات عملوا اضراب قلنا سواقين سواقين قطارات. لكن القاضي يعمل اضراب عشان عايز ياخد عمولة من الكفالة ولا من المصاريف، ولا عشان عايز يعين ابنه، ولا عشان عايز يهين المحامي قدامه ويبقى هو الآمر الناهي، والله 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 لن تصمد نقابة المحامين على حق الشعب. حاجة الأول في مبدئيا سؤال قانوني جدا، ما تم النهاردة يسمى جمعية عمومية أم احتفال أم عيد للمحامين؟ حقيقة طبعا أن مصر بتعيش أجواء ثورة، ففي ظل الثورة في مشروعية ثورية النهاردة، والأول مرة تشعر بعد 9 شهور من الثورة في مصر والتغيير أن المشروعية الثورية أو الشرعية الثورية قدرت تفرض نفسها على أرض الواقع النهاردة. والمحامين أثبتوا لشعب مصر والعالم كله أن إحنا كنا أحد الناس اللي أشعلنا الثورة، وإحنا الناس اللي هنقرر أن يكون الحق والعدل استقلال في مصر. النهاردة إحنا ما تعرضناش لحد ولا أذينا حد، إحنا بيتنا كل محامي عضو في الجمعية العمومية كان ليه رأي النهاردة، اشترك برأيه، كلنا حضرنا وبنلتمس العذر لزملائنا اللي مجوش. بس النهاردة تقدر تقول فيه شرعية ثورية فعلا درسناها في الكتب وفي الدساتير النهاردة. أستاذنا بما أنك أحد أساتذتنا، بانعقاد الجمعية العمومية باتت اللجنة القضائية التي تدير النقابة ليس لها صفة، من يدير نقابة المحامين الآن؟ والله احنا لو هنكمل المشروع الثوري او الشرعيه الثوريه اللي بدأتها نقابه المحامين، اعتقد تشكيل لجنه من اقدم 24 قيد في نقابه المحامين ليديروا النقابه. وبقترح الحل ده على الاستاذ سامح عاشور واستاذ منتصر الزيات واستاذ رجاء عطيه وكبار التيارات المحامين اللي ليهم ناس مؤيدين في الشارع واستاذ مختار نوح، اقعدوا مع بعض هاتوا 24 واحد اقدم 24 واحد في نقابه المحامين وهم مدير النقابه. لن نعطي قدرنا وقدر مصر للقضاه مره اخرى طالما انهم يهاجمون العداله ولا يحترمون العداله. اذا الساده القضاه مش عايزين يشرفوا على الانتخابات، احنا نقابه المحامين فوق ال 300 الف محامي نشرف وبالمجان، هم بياخدوا ب 12 و 15 الف، احنا نشرف بالمجان على انتخابات مصر، لان ده احنا اتعلمنا في تعليم مجاني بتاع الدوله وبالذات طلبه كليه الحقوق، احنا اتعلمنا في تعليم مجاني. اقل حاجه هنردها لمصر ان احنا نقف في الانتخابات، مش هنزور، مش هيجي لنا تليفونات، بالعكس هنكون في اكثر نزاهه ومش هنستفيد حاجه. بنقول لهم اذا انتوا رفضتوا يبقى احنا مع مؤسسات المجتمع المدني، منظمات حقوق الانسان، مع نقابه المحامين، واهلا وسهلا بالصحفيين ونقابات المجتمع المدني، ومش عايزينكم تشرفوا على الانتخابات. قولوا لي 30 سنه نتحاسب كشف اعمال، 30 سنه الانتخابات زورت. اما اذا هم هيساوموا الشعب بالعداله زي الدكتور يقول لك انا مش رايح غرفه العمليات النهارده، انا بعتبر في تسجيل معاك بلاغ للنائب العام، الناس دي اهدار للمال العام، لو صرفوا يوم مرتباتهم لابد من خصم الايام اللي مش هيروحوها، والا يعتبر النائب العام شريك معاهم زي ما كان شريك لنظام مبارك. هل هذا
الاستعجال في الانتخابات لا يبطل الانتخابات مقدما؟ بس بقول لهم حاجة، يعني من امتى انتوا يا قضاة بتحرسوا؟ معلش مع احترامي ليهم، انا مستني والله بلاغ فيا ولا حاجة عشان افتح الملفات السوداء بتاعتهم. كلنا مستنيين. بس طيب، اما انتوا عايزين تلقوا جداول نقابه المحامين، طيب اموات، انا ابويا كان بينتخب للاسف لغايه سنه 2010، ابويا ميت سنه 81، رحت لقيته الراجل ما شاء الله ليه بركه وقدره خارقه، الراجل بيطلع من التربه ينتخب ويرجع تاني. بقول لهم استحوا استحوا، محامين مصر انتم منهم وانتم ستعودون الينا، والا ان هب الشعب مع المحامين لن تستطيعوا ان تدخلوا بيوتكم وليس محاكمكم. إن غضب عليكم الشعب لن تدخلوا بيوتكم وليس محاكمكم. وبنقول لوزير الداخلية، بطلب من وزير الداخلية سحب تراخيص السلاح اللي معاهم كلهم، ونقول لهم الطبانجة اللي تاخدها ب 48 جنيه بيه، اتقوا الله في أموال مصر. إن جلستم على العدل فأقيموا العدل، أقيموا العدل، مخالفات المرور ما تدفعش، اتقوا الله في أموال شعب مصر اللي بتسرقوها، اتقوا الله في توظيف الناس اللي بتعملوه في افعالكم اللي انتوا عارفينها، اتقوا الله وابتعدوا عن المحامين، لا تفتحوا قبر الفاسدين بايديكم، واحذروا المحامين وغضب المحامين مع الشعب وشكرا. واما رساله اخيره بس يزعل يزعل، بنقول للاخوان المسلمين ميدان التحرير هو ميدان التحرير، نقابه المحامين للمحامين، لم تاتوا اليوم ولم تدعموا المحامين ولم تقفوا بجوار المحامين، ولكن إرادة المحامين وهبة المحامين كانت فوق الجميع، ونقابة المحامين فوق الجميع، والعدل فوق الجميع. أخذ رأيك باختصار كده، إيه رأيك في الشكل العام النهاردة لنقابة المحامين والجمعية العمومية لنقابة المحامين؟ تجمع اليوم كان تجمعا رائعا، قاده شباب المحامين الذين يأملون أن تكون نقابتهم لهم، يأملون أن تعود نقابة المحامين إلى سابق عهدها. فنقابة المحامين ولادة بشبابها، ولادة بالمحامين الشيوخ الذين يمدون هؤلاء الشباب بالخبرة. أستاذ علي النهاردة متقمص دور المحامي المغرض، فبسألك سؤال مغرض. يقول المغرضين أن انتهز الفرصة بعض المرشحين لمقعد النقيب مشكلة تعديل قانون السلطة القضائية لتعجيل الانتخابات عشان فلوسهم ما تروحش على الارض اللي هم صرفوها، وانت راجل نقابي قديم، ايه رايك في المقوله دي؟ المقوله دي حقيقه بالفعل تصارع بعض النقباء، بعض المرشحين على مقعد النقيب لاعتلاء المشهد ومحاوله توصيل صوت المحامين، وهم ما يمثلوش المحامين. اللي يمثل المحامين في حاله غياب مجلس نقابه محامين نقيب واعضاء هم الجمعيه العموميه التي انعقدت اليوم بدار النقابه، والتي أوصلت رسالة الجمعية العمومية أعلى صوت في نقابة المحامين إلى المجلس العسكري وإلى السلطة القضائية. السلطة القضائية لابد أن تعلم وتعي جيدا أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فلا يصح أن نبدي اعتراضنا على مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعد من خلال 4 أو 5 أو 10 لا يمثلوا إلا أنفسهم، ويمثلوا تطلعاتهم هم الشخصية، ولا يمثلوا محامين مصر، ولا يعبروا عن آراء وطموحات محامين مصر ضد مشروع هذا القانون. برضو يقول المغرضين أن هذه الانتخابات محكوم عليها بالبطلان قبل بدءها. اللجنة القضائية طلبت شهرين لتنقية الجدول، وأصر المرشحين على 20/11. فرأيك ان حتى لو الانتخابات اقيمت هتكمل دورتها، المجلس ده هيكمل دورته ولا مش هيلحق زي اللي قبله؟ هذا تلاعب شديد جدا بإرادة الجمعية العمومية. اي عضو في الجمعية العمومية يرفض هذا الاسلوب، واذا كان قضاة الاستئناف الذين يعتلون ارفع المناصب القضائية هذا هو القرار الذي يصدر منهم، قرارات متخبطة. كيف لنا نأمن على مجلس قضائي مؤقت يدير النقابة في هذه المرحلة العصيبة من عمر نقابة المحامين ومن عمر مصر، على نقابة المحامين وعلى أموال المحامين في ظل هذه الفترة التي يديرون فيها النقابة، في ظل قراراتهم المتخبطة، قرارات بعيدة عن الواقع وبعيدة عن المرشحين، وبها استهزاء للجمعية العمومية، وبها استهزاء للمرشحين، لأن القرار كل ما يصدر كل مرة بيبقى فيه تعديل للقرار أو سحب القرار وإعطاء قرار آخر. فمسألة تأجيل الانتخابات أكثر من مرة دي هتفتح باب الطعون على الانتخابات.
اليوم النهاردة بصراحة مشهد أنا طوال 16 عام بعمل بمهنة المحاماة لم أرى مثل هذا اليوم، فهو يوم عرس لمهنة المحاماة حقيقة. أنا اليوم فخور بكل محامي. لو افترضنا أن حضرتك بكرة الصبح بقيت عضو مجلس، إيه أول حاجة أنت شخصيا حاسس بيها ولمسها قوي وعايز تعملها أول يوم تبقى عضو مجلس نقابة المحامين ومسؤول عن 450 ألف محامي؟ للأسف حتى القضاة بيلعبونا بفلوسنا، بيقولوا لنا احنا قاعدين في بيوتنا بنقبض وانتم مش هتلاقوا تاكلوا، مع ان قبضهم جاي من فلوسنا احنا. للأسف الشديد الذي يمارسه القضاة اليوم هو ما مارسته وزارة الداخلية من قبل، فما أشبه اليوم بالبارحة، فوزارة الداخلية قد تخلت عن دورها الأمني والريادي وفي الحفاظ على الأمن في هذا البلد، واليوم يتخلى القاضي عن عمله. أنا كرجل صاحب مهنة حرة، أنا محامي، من حقي أن أضرب، حق الإضراب وحق التظاهر هو حق كفلته كل الدساتير وكل القوانين، فأنا من حقي أن أضرب. لكن هذا القاضي الموظف العام الذي يتقاضى راتبه من 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 ضرائبي أنا لا يجب عليه أن يضرب، فهو يجب أن يظل في مكانه وأن يقبع في مكانه ويؤدي دوره. ثورة يناير قامت ضد التوريس وكلنا نعلم هذا. حينما يأتي القاضي بمشروع السلطة القضائية سواء قانون الزندة أو قانون مكي ويأتي ليقنن التوريس ويسحب نص في قانون المحاماة على الرغم من أنه لم يفعل، 25% من المحامين استئناف تقيد ضمن القضاة مصر، هذا النص لم يفعل، وأراد القضاة بهذا القانون أن ينحوا هذا النص جانبا وأن يقننوا لقاعدة التوريس لم يأتي بها أحد من قبل، فهذا إفك. حينما يأتي القاضي ليقول أن نادي القضاء يتلقى الهبات والعطايا، هذه يا سيدي هذه رشوة مقننة وفساد مدقع، وأنا أحذر القضاء وأنأى ببعض الشرفاء من أن ينزلقوا إلى هذا المنزلق الخطير، لأن القاضي المفروض أنه رمز العدالة وأن القاضي يتقاضى راتبه وأجره من الحكومة وليس من واحد يجي برع بمبلغ لنادي القضاء عشان عنده قضية في المكان الفلاني. القاضي الفلاني النهاردة أقول لك في منظر الجمعية العمومية ومنظر شباب المحامين وجموع المحامين التي أتت من جميع بقاع الجمهورية لتأييد موقف المحامين. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يوم تاريخي لنقابه المحامين، لان في كتير من جموع المحامين رهنت على عدم اكتمال الجمعيه العموميه. النهارده المحامين وقوه المحامين اثبتت بالفعل ان هم قوه بعيد عن اي تيار وبعيد عن اي احزاب، وده شيء جميل، ونتمنى ان اليوم 24 يبقى عيد لنقابه المحامين فعلا، لان نقابه المحامين اظهرت قوتها بالفعل امام المجتمع المصري ككل وامام العالم اجمعه. هل حضرتك شايف ان من الكياسة ومن الشياكة ومن الذكاء ان قاضي يطلب طلب شخصي في هذا الوقت العسر للوطن؟ بالنسبة لجموع المحامين احنا بنرفض القانون عامة، نرفض القانون عامة بالنسبة للوقت الراهن. محامين الفئة الوحيدة اللي لم تطلب طلبات فئوية خاصة. النهاردة لما يجي القضاء يطلبوا مطلب زي ده في عدم وجود شرعية دستورية، عدم وجود مجلس الشعب وعدم وجود مجلس الشورى، يعتبر طلب عارض ما ينفعش نوافق عليه. احنا كلامنا بسلامنا، ننهي كلامنا بسلامنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.